في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثليجان بحجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع. حيثيات القضية تعود لمعلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يقوم بنقل وتهريب شحنة من السجائر أجنبية الصنع قادما من بلدية بئر العاتر باتجاه بلدية الشريعة مرورا ببلدية ثليجان. استغلالا للمعلومات تم وضع تشكيل أمني محكم لغلق وشل جميع المنافذ المحتمل استغلالها بالتنسيق مع وحدات الكتيبة، ليتم رصد المركبة محل المعلومة، ليتم توقيف السائق ومرافقه وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. هذه العملية أسفرت عن هدس كمية تقدر ب 16,000 علبة سجائر أجنبية الصنع مركبة سياحية مستعملة في عملية تهريب مع توقيف المشتبه فيهما. تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.